الرغبات او بمثل الشرعي للجامعه من ناحيه ثقافيه واجتماعيه وسياسيه وجزء من الاكاديميه. الاستاذ الجامع او الباحث عباره عن انه هو مصدر لمعلومه او مصدر رئيسي للمعلومات ممكن انت تكون تدرسها للطالب. حقيقه في الحكومه المتنفذه في كان فجوه كبيره جدا في جاب ما بين الاستاذ والطالب، في جاب ما بين الطالب والمجتمع، في جاب ما بين الاستاذ والمجتمع. كويس؟ حتى وصلت لدرجه انه الطالب النفسي اللي كان يتكلم الحد من الباحث تكلم عن انه يا اخي كان واجهته مشاكل في البحث. شيء طبيعي جدا تواجهك مشاكل في البحث وفي السكن ومشاكل في الجامعه، ليه؟ لان الجامعات اللي تم انشائها حديثا هي جامعات يعني مهمتها الاساسيه تخريج الطلاب من ناحيه كميه لكن ما من ناحيه نوعيه. طيب الكميه دي يعني انا ممكن اجيب لي 1000 طالب لكن الطلاب المميزين يكونوا 5000 او 10000. ليه؟ لان الحته اللي انا جبت فيها 1000 طالب فيها ما كان حته مناسبه على اساس تستقبل ال 1000 طالب. كويس؟ الشيء الثاني المؤسسات الموجوده او المؤسسات المصاحبه لمؤسسات التعليم العالي اللي هو من ضمن الصندوق الغرمي. كويس؟ من ضمن اللي هو بتعرف الطلاب بتعرف الامتداد الجهاديه او الاجسام المكونه مكونه الحزب الحاكم. كويس؟ ودي تحديدا اللي هو كانت عباره عن بيوت اشباح لتعذيب الطلاب ومش الطلاب للاساتذه برضه كانت هم جهاز مراقب للاستاذ. طيب انا اشتغل بحث علمي كيف؟ في ظل جهه بتراقبني انا في كل حاجة، يعني مين الصراحة تلقى هذا الحركة الإسلامية ويا ريت لو كان بينشر الإسلام في الجامعات، كويس؟ لكن في كل الحاجات اللي عرفناها في الجامعات اللي هو غير كويس؟ والشحن للطلاب ولبعض الأساتذة حصل في جامعة الجليل والسودان، كويس؟ لما نجي نقارن الحياة دي كويس؟ ما بين الدول الثانية أو نقارنها مع الجامعات في الدول الثانية، بنلقى الجامعات هنا مضبوطين كم؟ كويس؟ وذلك ارتهاب ما في حرية لا في جامعة لا في بحث لا في أي حاجة. كويس؟ دي كلها مشاكل حاليا بتواجه الجامعات السودانية بتواجه الباحثين بالإضافة لمشاكل التمويل. كويس؟ نحن عشان نمرق في الجامعات أو المراكز البحثية دي اللي بر الأمان محتاجين يا جماعة حرية في الجامعات في المراكز البحثية كويس في المؤسسات التعليمية كلها بغض النظر سواء كان هي أهلية خاصة أو حكومية. كويس أشد محتاجين لبيئة تحتية مميزة لكل المؤسسات لأن يا جماعة في حاجة في الاعتبار اللي هو شهادة الأي سيرتيفيكيت. الشهادة دائما يعني بنحوها للجامعات المميزة من ناحية أكاديمية، ثقافية، اجتماعية، بنية تحتية. كويس؟ حاليا مؤسسات التعليم العالي مفتقرة لأبسط الحاجات. معروف المعامل منتهية، المكاتب منتهية، القاعات منتهية، والشيء المؤسف حتى الجامعات الخاصة أو المؤسسات الخاصة بقت حكرا على كوادر التنظيم. يعني الليلة لو في دكتور عايز يعمل مؤسسة تعليمية خاصة كويس مميزة جدا كويس في شركات في منظمات عالمية قدمت رؤى انها ممكن تعمل مؤسسات ميليتري لكن كان وجهت بشنو؟ بالرفض. ليه؟ لأنه هم عايزين جامعات مؤسسة أو هم عايزين معاهد أو معامل مهيئة كويس فيها كل اللي هو الفاسيلتي أو كل شنو؟ الأدوات. فكان شيء طبيعي انا احكي لكم تجربه كويس في مركز بتاع الكوبي هوسبيتال في الهند. المركز ده تحديدا كان عايز يجي يعمل يشيد مركز هنا. ليه؟ لان الاطباء السودانيين بيمشوا على اساس يتلقوا دورات تدريبيه الواحد مطلوب منه 10000 دولار كرسوم. كويس؟ صاحب المركز موافق انه يجي مؤسسه هنا ويدرب الكوادر الطبية في السودان بدل انت تدفع 10000 دولار تدفع 3000 دولار. كويس؟ لكن للأسف الشديد كالعادة لأن بعض الناس ما عندهم فيها يعني مصلحة فكانت للأسف الشديد فرص ضايعة للباحثين السودانيين والطلاب
ضيعة كثيرة شديد. لسبب شنو؟ إن السودان من الدول الراعية للإرهاب. كويس؟ إن السودان فيه ناس جنرالات مطالبين لدى المحكمة الجنائية. كويس؟ إن السودان من الدول المتسلبة جدا، لأن إحنا ما قاعدين يجينا أي تمويل أو ما في تمويل للبحوث. والشيء المؤسف الليلة لما تجي تقيم لك دبابة قيمتها مثلا 200 ألف دولار، في حين أنت محتاج لمعمل 5000 دولار ممكن تخلي المعمل يكون ممتاز. كويس؟ لما أنت تقوم تتكلم لي عن الأجهزة الأمنية، كويس؟ وتنسى لي المؤسسات التعليمية، يا جماعة في نهضة بدون تعليم، في نهضة بدون بحث، في نهضة، يعني أنت لوحدك الليلة لما تيجي تعمل لك نهضة لشعب جاهل أو لشعب ما متعلم، ما حتستفيد من الحاجة اللي أنت عملتها ولا حيعرف قيمتها أصلاً. كويس؟ نحن تحديدا محتاجين جامعات مؤهلة. كويس؟ على أساس نحن يتم تصنيفنا من الجامعات الأفضل في العالم، وكلامنا ما بيجي الليلة، وكلامنا محتاج لمسيرة نضالية، مسيرة ثورية. كويس؟ لمستقبل باهر للجامعات السودانية. الجامعات السودانية الليلة عبارة عن دور بتاع الفساد والاغتيالات وبيوت أشباح، ما في تعليم، والتعليم حتى الدروس اللي قاعدين ياخذوها الطلاب عبارة عن تواريخ، ما في مقرر أكاديمي يعني محكم او متميز او اقلها اكون ابديتد مواكب للبحث العلمي في العالم. كويس؟ يعني احنا محتاجين لمستقبل، او محتاجين نجتهد. كويس؟ ونتكاتف فيما بيننا في كل المؤسسات التعليميه. كويس؟ والشيء الثاني التخصصيه، يعني عالميا يا جماعه معروف الجامعات الزراعيه براها، الهندسيه براها. كويس كده؟ في بعض جامعات السودانيه والله ما بتقدر تفرق ما بين دي كليه ودي قسم. عندنا مشكله بتاعت اسماء برضو. كويس؟ عندنا مشكله بتاعت مصطلحات احنا قاعدين نسمي بها الاسماء بتاعتنا، لما تمشي عليها انت شيل شهاده بتقول لك ما في قسم زي ده. يعني في حاجات كثيره احنا محتاجين لصياغتها، ودي كلها دي سبب الثوره بتاعت ثوره الغازي، واهتمت بشنو؟ بالتاهيل، ما تأهيل الكادر ولا تأهيل الأستاذ، اهتمت فقط بكمية الطلاب المقررين. اقبلوا آلاف من الطلاب، استغرب العدد الكامل، لا غاعات تكبر الكلام ده، ولا معامل ولا مكاتب. الناس بتواجه مشاكل في المعاينات زادة، يعني في دفعات يجيبوا لك 600,000، يجيبوا لك 600 نفر، 600 طالب، في حين ان الصف يكون 25 دكتور او 30 ما اقدر. اها طيب، بس 600 على اساس انت تاخذ شهاده الايزو، فالمفترض يكون عندك عدد من البروفيسورات. كويس؟ حتى البروفيسورات هذا يكون عنده كونتريبيوشن في البحث العلمي. كويس؟ يعني ما يكون دكتور قاعد ساعد بس يجي يدرس، المفترض برضه يكون عنده اوراق علميه. كويس؟ لكن الشيء المؤسف انه مدراء الجامعات، كويس، او مدراء الابحاث او مدراء المؤسسات التعليميه بيتم تعيينه ولا للحزب، يعني ما عنده اي تاهيل اللي بيخليه يكون مدير جامعه. معروف يا جماعه الجامعات في العالم، يعني انت اصلا وزاره تقول ده كادر الحزب انا متعين في الجامعه. يا جماعه الجامعات في العالم يتم تعيينها عن طريق الكفاءات. كويس؟ عن طريق الاعلانات عاديه، اعلانات عاديه، وبعد ذاك الجامعه هي تستقبل السيرين، تستقبل السيره الذاتيه. فشيء مؤسف انه في البلد دي يعني في حاجات كثيره كلها غلط، ودي سياسات الانقاذ، سياسات المؤتمر الوطني، الحركه الاسلاميه. كويس؟ ما في حريه، ما في بحوث، ما في تعليم، ما في حتى يعني لو ملاحظين المؤسسات المصاحبه للتعليم العالي من ضمنها الصندوق القومي. كويس؟ الصندوق القومي هو عباره عن جسم يمثل كيزان لا اكثر. كلنا طلاب، وكنا يعني مرينا باصعب الظروف في مواجهه بعض اللي هو بوادر الحركه الاسلاميه او
الصندوق القومي. يا جماعة الداخليات دي عبارة عن يعني وضع سيء جدا. الوضع سيء جدا في الداخليات، معروف جدا لنا لما الداخلية أصلا تبع المؤسسة التعليمية. كويس؟ فمفترض أنت ما تجيب جسم وهو بعيد كل البعد عن الداخليات، هو فقط مون كوادر الجسم. كويس؟ الشيء الثاني لو ملاحظين في الجامعات السودانية يا جماعة في زمن الإنقاذ الطلاب ذاتهم مقسمين لشنو؟ لجمعيات، مقسمين لبغريات، مقسمين. نحن بنرفض البغريات داخل الجامعات. الجماعة جامعة كويس؟ أي جامعة مفترض تجد من أي رسالة أكاديمية كويس؟ كونك تبقى مثلا في جهة محددة كويس؟ وتفرض نفسك على سياسات الكلية أو على سياسات الجامعة كويس؟ ومعروفة حاليا الجامعات كلها بتدار من جهاز الأمن أو تدار من شنو؟ من الحزب. فبالتالي يا جماعة نحن في الجامعات السودانية أو المراكز البحثية مضطررين، وأتمنى من اللي هو الحكومات اللي جاية أو من أي أو من نحو مستقبل بحث مستدام الناس تكاتب كويس وتجتهد كويس وتعمل من أجل إنقاذ البلد دي بالبحوث كويس، ما باللي هو تمويل الأجهزة الأمنية ولا بتمويل الجماعات الإرهابية ولا بتمويل المجاهدين في الجامعات السودانية. أنت خشيت الجامعة وظيفتك الأساسية أكاديمية كويس، لكن لما تجي تتكلم عن انك انت مجاهد تغيب عن كل المحاضرات كويس الامتحانات وتجتاني وتحنوك على اساس انك انت مجاهد كويس ويعدلك الامتحان. يا جماعه في العالم الكلام ده ما حصل في الجامعات العالميه ولا حيحصل كويس. ومعروف يا جماعه الجامعات العالميه دي قاعد تصنف جامعات اللي عارفينها تصنيفها زيرو. ليه؟ لان يعني هم ذاتهم متمحلين من دي جامعات ولا دي جماعات ولا، لان الطلاب ذاتهم ما معروفين الرساله الاساسيه للطالب شنو. الجانب السياسي في الجامعه هو جانب مشرف، يعني اتمنى كل الطلاب يعرفوا حقهم لان ده حق من حقوقهم، انك انت من حقك تعرف واجباتك وتعرف اللوائح حقتك وتعرف انت مفترض تعمل شنو او دورك شنو في المجتمع. فللأسف الشديد يعني الجامعات فيها عنف كويس، والعنف عنف مفرط، يعني عنف مبالغ في استخدام السلاح واستخدام السيف دي كلها يعني احنا واجهناها في ظل الحركه الاسلاميه او في ظل المؤتمر الوطني. فاتمنى انه الوضع يستمر والجامعات السودانيه ترى النور. وعذرا هنالك موقف في استقبال موقف يعقوب، فالناس تتجه من استقبال الموقف او لو في متحدث معلش متحدث ثاني. شكرا جزيلا. طيب يا اخوان هنعمل فاصل مع تجمع الترابيين السودانيين، هيقدموا هنا عرض، وبعدين عندنا كنداته من الباحثات السودانيات هنتكلم. حمد ايوه نعم، حتيجوا تقدموا الموضوع بتاعكم بصوره كامله. البرنامج بتاعنا اخوانا بتاع الموكب مستمر، موكب الباحثين السودانيين وقضايا البحث العلمي والمشاكل اللي بتلاقي الناس والحلول المطروحه شنو. نذكر انه عندنا مبادرتين حنطرحهم من الاعتصام هنا للباحثين السودانيين. المبادره الاولى تبني الاعداد السكاني 2019، هنتبناها نحن وحندرب المتطوعين عليه وعلى مستوى السودان. الحين مشكلة كبيرة جدا اللي هي اسمها والله ما في بيانات، ما في معلومات. نحن حنتبنى الموضوع ده وحنوفر البيانات لكل الناس، والحاجة الحساسة اللي بتدور بلدنا حنحجبها. يعني احنا وطنيين وبيهمنا الأمن القومي لبلدنا أكثر من بتاع الأمن الكذاب. لأنه الباحث يا اخواننا هو في خط الدفاع الأول لبلده. الباحث هو خط الدفاع الاول، الباحث بيصل للنتائج قبل ما يوصلوا لها الناس الثانيين. بيكون عارف المشكله وين والحل المقترح لها وين. دكتور رسال احمد سعد كناس من المركز القومي للبحوث، من الناس اللي قدمت عندنا في مؤتمر الباحثين السودانيين،
وهي متخصصه في الاورجانيك فود، الاكل العضوي، الاكل اللي بتاعه من الكيلو، الكيلو بتاعه 13 14 دولار انا عشان في واشنطن. انتوا قاعد تاكلوا هنا ده، لكن في اكل ثاني ملوث. هي دي البحوث بتاعتها هنا. بتقول انه في ناس الحكومه قاعد تاكل اكل ما بياكلوا الناس الثانيين، الناس الثانيين بياكلوا اكل بيسطن وبيجيب مشاكل وبتاع، ده البحث بتاعها. دي تقدم لنا ان شاء الله في المنصه. في ابحاث كثيره ونتائج ابحاث وباحثين موجودين اعضاء في المجموعه عندهم حاجات انتوا عايز تسمعوها، انا متاكد. في ناس بتقدر يتكلموا لكن عندهم خوف، بيخافوا من انه لما يجي الزول ده يتكلم ولا كده. عندنا كورس يومي على الله في الليل هنا اسمه الخطابه الجماهيريه، بندربك على انك كيف تقدم قدام الناس بغض النظر طويل قصير طفل راجل الى اخره. في مسرح مفتوح انت قاعد في قاعه بتاع الدرس، كل المهارات بتملكك ليها، لانه قلنا احنا ما قاعدين هنا صدفه، احنا صابينها لسبب، دايرين دولة مدنية ديمقراطية. هي سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت. تجمع الجراميين السودانيين